قد عمر أرطاوي أو إنتاجه شو كنت بدأ بيها عام تقريبا؟ بالنسبة للحقل اللي هو أول بير نحفر بيه 1948، وبعدين بال 1971 بدأوا استئناف الحفر. 2008 بدأت أول، يعني أول سنة بدأ الإنتاج بيها. المنشأة السطحية اللي هي طاقتها 60,000. احنا الحمد لله شركة نفط البصرة هي المشغل الحقل من 2008 لحد ما صار الهاند اوفر لشركة توتال. نعم، حاليا طاقة الانتاج حدود 57,000-58,000. العقد يجي ضمن الاهداف الحكومة العراقية للوصول لزيرو فليرنج، اللي هو ماكو شعلات حرق ان شاء الله. وان شاء الله هو مشروع مهم اكيد راح يصل للبلد. نعم. يحتوي على محطة عزل واحدة. نعم. ففي حالة نقول التوقف الاضطراري صيانة، هو تصميم محطات عزل غاز تصمم يعني هسه مثلا حال محطتنا اللي هي 60,000 طاقتها، فتصمم بخزانات اثنين اللي هي سعة كل واحد 30,000، يعني خزن يوم واحد. خزن يوم واحد. في حالة انه مشكلة بالتصدير او شيء يصير عندنا خزن انه يوم واحد 60,000. نعم. ادارة هذه الوحدة اكو سيستم نظام خاص مبرمج مثلا، ولا يتواجد الكادر في سايد؟ يعني لا اكيد عندنا نظام طعم سيطرة. نعم موجود. نعم تعرف حقل أرطاوي هو بالصحراء. نظام عملكم بالتناوب يعني؟ اكيد صح. سابقا كانت نفط البصره هي المشغل للحقل، كان النظام مناوب مثل بقيه الحقول. بس حاليا بعد ما صارت توتال استلمت تشغيل الحقل الهاند اوفر يوم 16/11، تحول النظام بالنظام عملهم اللي هو نظام روتيشن. عندنا نظام روتيشن هنا لأسبوع بأسبوعين، وبقية المناصب أكو شهر بشهر. نعم. بعد دخول شركة توتال الفرنسية أكو خطة عمل اختلفت عندكم أنتم ككادر من قبل شركة نفط البصرة؟ أكيد أكيد صح. أكو تبادل طرف الحديث يعني؟ طبعا صح. أكيد تبادل خبرات. أيوة. وبرامج تدريبية إن شاء الله راح تبلش من الشهر الجاي، وأعتقد الشهر المطلع أو الشهر الجاي. أيوة. نعم. إذن ربي يوفق الجميع. شكرا جزيلا. شكرا للشرف. شكرا.